أرجو أن أنتبه. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. عايز حد يشرح لي أحكمت يعني إيه؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالحكيم لا يتغير رأيه، ومن باب أولى الخبير. هقولها كمان مرة. ألف لام راء، الله تبارك وتعالى يريد أن يعرف لنا الكتاب. كتاب أحكمت آياته. يعني إيه أحكمت بقى؟ أنا برضو مش حابب أحط لكم تعريف، أنا عايزك أنت تعرف. لما أقول لك كتاب أحكمت آياته، ينفع آية من الآيات التي أحكمت دي أغيرها في يوم من الأيام أو أنسخها في يوم من الأيام؟ يبقى ما كانتش أحكمت. وبعدين من عظمة هذا الكتاب ومن عظمة هذا الإله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن مين بقى؟ توصيفه إيه هذا الإله الحق بقى؟ حكيم عشان تقابل أحكمت، خبير. لو قلت لي إن الخبير غير آية بآية ما يبقاش خبير سبحانه وتعالى، حاشاه. فأنا أرجو إن يعني السورة سورة هود، يعني طبعا خد بالكم انه احنا عندنا ايات حاكمة بتعبيرنا احنا، مش بتعبير الدارج عند الشراح. فمطلع سورة هود ده انا عايزك تعيشه شوية عشان خاطري لوجه الله. المولى عز وجل فيه بيقول لك ايه؟ طبعا خد بالك اية الناس اللي هم بيستندوا اليها في البقرة، لكن شوف يعني المولى عز وجل حينما يريد ان يهديك الى استحالة النسخ. أنا أرى أن هذه الآية وفي آيات جاية برضو، بس هناخدها واحدة واحدة بس عشان إيه يعني نسمع بقى الأسئلة على اللي إحنا بنقوله، يعني إلى لغاية آخر المشوار إحنا معاكم للآخر. يعني ال- ال- الآية واحد هود دي أنا أراها أنها آية حاكمة، آية قاطعة لا تحتاج إلى شرح من وجهة نظري، لكن اللي عايز يعني كده هنشرح. كتاب أحكمت آياته، يعني ساعة وضعها الله تبارك وتعالى وضعها بإحكام لا يقبل التغيير. دي نمرة واحد، لا يقبل الجدال والمناقشة إلا ممن أرادوا أن يجادلوا أو يناقشوا لمجرد الجدال والمناقشة. يعني دول طول عمرهم حيدنهم يجادلوا، ما عندناش مشكلة معاهم، لكن شوف بقى من لدن إيه توصيف هذا الإله؟ حكيم خبير. فالحكيم ساعة يختار الآية، وخد بالك برضو ان كلمة آية دي عايزة وقفة، يعني الآية في عهد موسى وعيسى وهو ده النسخ بقى، الآية عند إبراهيم عليه السلام، عند نوح عليه السلام، عند موسى، عند عيسى، عند أي نبي أو رسول، الآية عندهم اختلفت عند محمد. الآية القرآنية اختلفت عن آيات الأنبياء السابقين. الفرق بين آياتنا إحنا القرآن، الآيات في عصر رسول الله محمد بن عبد الله اختلفت فعلا عن كل من سبق من الأنبياء والمرسلين السابقين، وهو ده النسخ الحقيقي. إن المولى عز وجل نسخ الآية اللي كانت على عصر موسى مثلا عند رسول الله، فاقتصرت الآية عند محمد على الآيات القرآنية في الوقت التي كانت فيه الآيات فيما مضى آيات كونية. وانا هقول لك تعريفها ايه وايه اللي عمل اللبس ده عند الناس. سورة البقرة اللي هما بيستندوا اليها، افتح معايا البقرة كده على الآية 106 وهوريك ازاي احنا عندنا اشكالية حتى عند بعض الشراح عندنا، انك تفصل الآية القرآنية عن سابق الآية ولاحقها. التركيب البنائي للقرآن تركيب متدرج في البناء. شوف انت مثلا لما تحب تبني عمارة 100 دور غير لما تحب تبني عمارة دور. هنا ما بتحطش اساس، لو 10 ادوار بتحط اساس، لو 11 دور بتحط اكتر، لو 100 دور، لو 1000 دور، فانت بتبني ازاي؟ فالبناء القرآني بناء متراكب. فيقوم قايل لك ايه؟ الآية 106 في سورة البقرة عايزين نفسرها. طب ما انت لازم تشوف دي مبنية على ايه؟ يعني لما تيجي تقرا الايه 106 في البقره مثلا، يعني
المصحف لما كان عندنا قبل طباعة السعودية للمصحف كانت الآيات بتدخل في بعضها في الصفحات، لكن من ساعة مجمع الملك فهد قدروا فعلا ببراعة يعني نشهد بها لهم ان هو يخلي الصفحة بدايتها آية وتنتهي بآية، والصفحة اللي بعدها تبدأ بآية وتنتهي بآية. فلما تيجي مثلا تقول ما ننسخ من آية أو ننسيها، فجأة كده يعني فجأة أنت عايز تفسر ما ننسخ من آية أو ننسيها، نأتي بخير منها أو مثلها. طب مش ممكن أقلب الصفحة؟ لا أنا عايزك تفسر لي دي، أهو النسخ أهو. لا خد بالك الآية دي مبنية على تركيب في الآيات السابقة عليها، وينبني عليها هي آية في اللاحقة. يعني هي الآية 106 قبلها طبعا 105 و104 و103 وبعدها 107 و108 و109، فأنت إزاي تطب كده على آية تاخدها تطلع بيها بره التركيب البنائي للسورة؟ ما هو القرآن ده احنا لسه ما بينالكوش عظمة هذا الكتاب، مش قادرين يعني، احنا عايزين نبين التركيب البنائي للآيات في القرآن. لو انت خدت بالك الآية هنا الآية 106 بقول عليها إيه؟ الآية 106 آية، والآية 105 آية، طب والآية 107 آية، طب ده الآية 106 بتقول ما ننسخ من آية. فهل أنت عرفت كلمة آية؟ هقول لك دلوقتي كارثة يعني. الكارثة إن إحنا شرحنا قالوا لنا إيه؟ آية يعني معجزة. خلصت. الآية يعني المعجزة. كان حد واخد لي مقطع من حلقة ويعني مغلطني فيه على الفيسبوك ان انا بقول ان القرآن مش معجزة، هو فرحان قوي انه قطع دي. ده انا بقولها لك وهقولها 100,000 مرة، القرآن ليس بمعجزة. من قال ان القرآن معجزة فقد اخطأ في حق هذا الاله الحق، لان المولى عز وجل اعظم من ان يعجزني او يعجزك. انت مين انت اصلا او انا مين عشان انت ما تزعلش يعني عشان يعجزني الله سبحانه وتعالى؟ على فكرة كلمة معجزة دي خبل لغوي، وانا بقول لغوي على اللي هم بيقولوه يعني، انما احنا اتفقنا ان كلمة لغة هنستبدلها بكلمة اللسان، فانا ما اقدرش اقول اللفظ ده على اللسان. ايه المعجزة دي؟ انت جبت عرفت الكلام ده ازاي؟ خد بالك المولى عز وجل قال ايه في حق هذا الكتاب؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالتبيان ما يبقاش معجزة. انت عارف معجزة يعني ايه؟ انك تعجزني ان انا اقف مكتوف الايدي امام ما تصنعه انت او ما يصنعه الاله الحق. طب الاله الحق هيعجزني انا ليه؟ من انا؟ الله تبارك وتعالى يبين لنا لا يعجزنا هذا الكتاب. انت عايز تقول يعني ان هو حاجة جامدة يعني، بس الكلمة غلط. شوف عند موسى كان كم آية؟ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء. خد بالك بقى دي في حد ذاتها انت كنت مسميها ايه؟ انا عايز اضحكك على التلقي عن الله. يعني المولى يقول في 9 ايات هم يشيلوا كلمه ايات ويحطوا ايه؟ اصحى معجزات. يعني المولى بيقول في 9 ايات الى فرعون هم شالوا ايات وحطوا ايه؟ معجزات. عرفوا الايه انها معجزه. يعني هو موسى لما عمل حكايه موسى كان عنده 9 ايات، خد بالك اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الثمرات، ف9 ايات المولى عز وجل يعني خلى موسى يتحرك فيهم لاثبات الحق لفرعون وقومه او لبني اسرائيل. انما انت عندك 6236 ايه، فالايه القرانيه عندك بقت ايه اللي هم قالوا عليها ايه؟ معجزه. الايه بيسموها معجزه. طب ده احنا عندنا 6239 ما تقالش يعني اتحداك ثم اتحداك انت انك تطلع كلمه معجزه من القران. شوف اتحداك يعني ايه؟ او اتحدى من يقول بالمعجزه. طلع لي كده كلمه من القران مش هتلاقي غير كلمه ايه او ايات. طب عايزين نعرف الايه برضه، انا همشي بنفس السيستم بنفس الاسلوب اللي انا عايز حضرتك اللي تعرف، انا هعرف لك في الاخر، بس انت حاول كده تعرف كلمه الايه. عارف انت مش هتعرف ليه؟ لان خلاص انت انطبع عندك ان كلمه ايه يعني معجزه. حكايه العصا والطمس والسنون والجراد والقمل عند موسى المولى سماها في 9 ايات وانت بتقول في 9 ايه؟ معجزات. انت مصر على كلمه معجزه. طب المولى عز وجل هيعجز فرعون ليه؟ او هيعجز بني اسرائيل ليه؟
شوف المولى قال ايه في 9 آيات، انت بتشيل ايات وتحط معجزات. طب انت جبت الكلمه دي منين؟ انا عايز اوريك انت اتضحك عليك ازاي. احنا اتفقنا ان الكلمه القرانيه يجب ان تكون هي الحاكمه للسان العرب، يعني لسان القران الكلمه فيه تحكم لسان العرب. هل انت عملت كده؟ لا انت ما عملتش كده، انت غلبت لسانك انت اللي هو مش لسان العرب. لسان العرب القديم قبل القران كان له مدار، وبعد القران ظبط حاله على لسان القران، بدليل تاثر شعراء العصر الاسلامي بالايات القرانيه اللي فلقينا كلمات في الشعر الاسلامي ما كانتش موجوده في الشعر الجاهلي. شوف بقى هنا 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 الناس اللي بتفهم حكموا نفسهم بلسان القران، انما انت منطلق كده بلا حساب وبتسمي اي كلام. اتفقنا معاكم في الحلقات الاولى على كلمه لغه ملهاش اصل عندك لا في لسان العرب ولا في لسان القران. النهارده الكلمه الجديده معجزه، ايه يعني معجزه يا اخي؟ ايه يعني ايه؟ طب عايزين نحط لها تعريف، نحط لها مفيش مشكله في دي، ان احنا نحط لها تعريف ما فيهاش مشكله، انما ما هياش المعجزه، لان المولى عز وجل لم يرد ولم تدخل في ارادته ومشيئته انه يعجزنا ابدا، انما الكتاب تبيانا لكل شيء والقران تبيانا لكل شيء. القران نازل يوضح ليك الحقائق، يعني حينما يريد المولى عز وجل هدايتي يبقى ما بيعجزنيش. فشوف انت بقى التسع آيات عند موسى مثلا بقوا 6236 آية قرآنية عند محمد صلى الله عليه وسلم. فالآية هنا بتقول إيه؟ ما ننسخ من آية أو ننسها. أنا برضو عملت زيكم أهو، دخلت على الصور على الآية على طول. نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طب ممكن نرجع آية كده عشان أوريك بقى معنى الآية دي هنا إيه؟ الآية هنا معناها إيه؟ الآيات السابقة على هذه الآية تتكلم في من كانوا قبلنا، فمثلا حينما عرضنا لآيات واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هو يتكلم وأنا تملي قلت لك إيه لما تيجي واتبعوا ما تتلو، ارجع الواو، ارجع آية، ارجع آية، تلاقيهم بيتكلموا عن بني إسرائيل، عن الأمم السابقة علينا. وبعدين ما يود الذين كفروا 105 بقى عشان ما اطولش عليك، يعني شوف هنا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يعني الأمم السابقة علينا من أهل الكتاب مش عايزين ينزل لنا خير، خد بالك. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فهيديك أنت حاجة. فنسخ الآيات السابقة، إيه الآيات السابقة؟ نسخ أن تكون الآية كونية أو أن تكون الآية عملية زي العصا واليد والجراد والقمل. نسخ المولى عز وجل هذا المدار من الآيات وجعل الآيات عندك آيات باللسان القرآني، فأصبح الآية عند محمد صلوات ربي وسلامه عليه اللي أنت بتسميها معجزة الكتاب كله، الكتاب كله بقى آيات. يعني بعد مثلا عند عيسى عدد من الآيات، عند نوح عدد من الآيات، عند إبراهيم عدد من الآيات، عند موسى عدد من الآيات، بقى عندك أنت 6236 آية. 6236 آية هي عدد آيات القرآن. فهنا شوف أنا عايزك تقرأ 105. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم، ها اللي هينزل عليكم ايه؟ عطاء الهي. العطاء الالهي اللي كان عندهم المولى نسخه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فطبعا القرآن كمجموعة آيات على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تتعدى، خد بالك، عدد الآيات ونوع الآيات عند موسى وعيسى وإبراهيم ونوح إلى آدم. يبقى ما ننسخ، الكلام منطقي جدا اهو، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقد تكون هناك آية مشابهة لآيات عيسى موسى إبراهيم نوح إلى آدم، وقد تكون هناك آيات وهو الغالب أنها أفضل نأتي بخير منها. فالآية 106 البقرة بتتكلم في اختلاف الآيات من عند رسول الله محمد عن غيره من الأنبياء والرسل السابقين.
يبقى لازم اقرا الايه 104 105 و104 و103 و102 و101 عشان اقدر افسر 106. ثم اقرا كده بقى 107: الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ام تريدون ان تسالوا رسولكم. يعني خد بالك، كان المسلمين عايزين الحكايه تفضل زي ما كانت عند موسى وعند عيسى وعند ابراهيم. يبقى الايه 106 تتكلم في نسخ الله تبارك وتعالى لعدد ومدار الايات من عند عيسى موسى ابراهيم نوح الى ادم عنها عند محمد صلى الله عليه وسلم. فاختلفت الايه في عهد محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه عن الايات التي كانت عند كل الانبياء السابقين. فالقران بعد تمامه الى الكتاب ايه تختلف عن الايات السابقه، بل ان كل حرف او كلمه او ايه في كتاب الله تعتبر على حد ذاتها ايه. ان شاء الله في الحلقه القادمه نواصل تبيان كل الايات اللي تكلمت في هذا الموضوع لنرد على انه لا ناسخ ولا منسوخ في كتاب احكم الله اياته، في كتاب تصدى الله بحفظه. فالله تبارك وتعالى اعلى واكبر من ان يقرر ثم ينسخ، من ان يحكم ثم ينسخ. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم حتى نلتقي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.